اهلا بكم، معاكم ان شاء الله دكتور مهندس حمدي محمد سليمان. النهارده باذن الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو طرق توصيل المقاومات الكهربيه في الدائره، وهنخص بالذكر التوصيل على التوالي. لو عجبكم الموضوع اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه وانشروا الفيديو بين اصحابكم وحبايبكم، بحيث ان احنا الناس كلها تعرف يعني ايه توصيل مقاومات على التوالي. اولا انا عشان اوصل مقاومات في عده طرق لتوصيل المقاومات. الطريقه الاولى ان انا اوصلهم على التوالي، الطريقه الثانيه ان انا اوصل المقاومات على التوازي، الطريقه الثالثه ان انا اعمل كومباينيشن بين الاثنين، اوصل توالي ايه توالي وتوازي مع بعض. طيب كل طريقه من الطرق دي انا بستخدمها في الحقيقه عشان ليها فايده معينه وبيبقى ليها غرض معين لما اجي استخدم الطريقه دي. تعال نشوف مع بعض بقى يعني ايه توصيل على التوالي وايه الغرض منه وبنستخدمه ليه، وبرضه ممكن نبتدي نشوف مجموعة من التطبيقات على الموضوع دوت، ونحل برضه مجموعة من المسائل. أول حاجة احنا لما بنتكلم على توصيل المقاومات على التوالي بنلاقي إن التيار ما بيتغيرش في في المقاومة، بمعنى إن لو قلنا إن في تيار هيمشي ومثلنا ده كده اتجاه التيار، بنبص نلاقي التيار بيمر لي في المقاومة الأولى، يدخل بعد كده على الثانية، يدخل على الثالثة، يدخل على الرابعة وهكذا، بيبقى التيار اللي بيمر في المقاومات زي ما احنا شايفين كده واحد. برضه لو الشكل اختلف هو هو، ادي اتجاه التيار بيمشي من هنا لهنا 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 لهنا. فدي طريقة التوصيل على التوالي، أنا بعرفها إن أنا ألاقي التيار اللي ماشي في المقاومات ما بيتغيرش وماشي في سكة واحدة. بالنسبة لتوصيل طرق توصيل المقاومات برضه من الطريقة التانية، بس احنا مش هندرس الطريقة ديت النهاردة، ندرسها في حلقة جاية. توصيل على التوازي، ببص الاقي في التوصيل على التوازي ادي التيار دخل لا قدامه تلات اربع سكك، فبيبتدي يتفرع. طالما التيار بدأ يتفرع ماشي، وبداية المقاومة دي لو افترضنا ان الجزء ده هو بداية المقاومة والجزء دوت هو نهاية المقاومة، فبص الاقي البدايات كلها متوصلة مع بعضها والنهايات كلها متوصلة مع بعضها والتيار اتجزأ، يبقى معنى كده ان انا كده بوصل على على التوازي. النهارده باذن الله هنتكلم على التوصيل على التوالي، والمحاضره الجايه هنتكلم على التوصيل على التوازي، والمحاضره اللي بعدها هنتكلم على التوصيل توالي توازي. طيب تعال نشوف زي ما احنا شايفين كده قدامنا، ديت مجموعه من مقاومات R1 وR2 وR3. الثلاثه دول زي ما احنا شايفين ادي المقاومه الاولانيه اللي هي R1، المقاومة الثانية اللي هي R2، المقاومة الثالثة اللي هي R3. زي احنا شايفين كده ان اي مقاومة ليها بداية مثلا ولها نهاية، فبص الاقي ان انا مثلا بمسك نهاية المقاومة دي اوصلها ببداية المقاومة دي، وبعدين نهاية المقاومة دي ببداية المقاومة دي وهكذا. فيطلع لي في الاخر طرفين، الطرفين دول هم اللي احط ما بينهم مثلا الجهد اللي انا عايزه، وابتدي اطلع تيار او يبتدي تيار يمشي لي في هذه المقاومة. مهم ان الكونكشن بالمنظر اللي انت شايفينه ده او التوصيل بالطريقه اللي انت شايفينها دي بنقول عليها التوصيل على التوالي. طيب ايه الغرض من التوصيل على التوالي؟ التوصيل على التوالي في الحقيقه الغرض منه نحصل على مقاومه كبيره، يعني ممكن يبقى عندي مجموعه من المقاومات الصغيره وعايز احصل على مقاومه كبيره اروح اوصلهم توالي. يبقى الغرض من توصيل المقاومات على التوالي ان انا اقدر احصل على مقاومه كبيره. تمام. طب كلنا عارفين المقاومه لما بتكبر بتعمل ايه في التيار؟ بتقلله، لان التيار بيتناسب عكسي مع المقاومه. كل المقاومه ما زادت كل التيار مقل، كل المقاومه مقلت كل التيار ما زاد. طيب تعال نشوف بقى احنا لو عايزين نستنتج المقاومه المكافئه لهذه المقاومه نستنتجها ازاي. بمعنى انت عندك مثلا ثلاث مقاومات كده، فكلمه المقاومه المكافئه يعني اشيل كل المقاومات دي وعوض عنهم بمقاومه واحده، المقاومه الواحده دي تأدي نفس الدور وتطلع لي نفس التيار. طيب تعالوا نشوف كده دايره هتعبر عن الكلام ده. طيب زي ما احنا شايفين كده قدامنا دايره اهي، يبقى انا كده عشان اجيب المقاومه المكافئه لمجموعه المقاومات اللي هي متوصله توالي اللي احنا شايفينها، اللي هي المقاومه ديت والمقاومه ديت والمقاومه ديت، اديها متوصله توالي. هجهز دايره بالشكل اللي انتم شايفين قدامكم. عندنا بطاريه، البطاريه ديت هروح اوصلها باميتر عشان يقيس لي شده التيار الكلي المر في الدايره، وامسك المقاومات كل مقاومه من المقاومات اوصلها بفولتميتر على التوازي واميتر على التوالي. المقاومه الثانيه نفس القصه برضو، اوصل فولتميتر على التوازي واميتر على التوالي. المقاومه الثالثه نفس القصه، احط بين طرفيها
فولتميتر على التوازي، وادي اميتر على ايه؟ على التوالي، ورحت جبت فولتميتر عشان اقيس الفولت الكلي للدايره. وعندنا هنا في ريوستات عشان اقدر اتحكم في شده التيار، وفي نفس الوقت عندي مفتاح عشان ان انا اقدر اقفل وافتح ايه الدايره بتاعتي. طبعا احنا بنوفر بطاريه عشان زي ما احنا قلنا قبل كده، البطاريه ديت هي مصدر الطاقه في الدايره اللي هي بتدي طاقه للالكترونات عشان تخليها تبتدي تتحرك، وبالتالي ينشا التيار الايه الكهربي. طيب تعال نبص بقى مع بعض كده. ادي الدايره اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ونبتدي نقول ايه اللي هيحصل عشان نبتدي نحسب المقاومات دي المتصله على التوالي. طيب اول حاجه هاجي على المفتاح ده اقفله، لما اقفل المفتاح تبقى الدايره دي بقت دايره مقفوله، فيبتدي يمر لي ايه تيار. طيب التيار هنلاحظ بقى ايه؟ هلاحظ ان التيار الموجود هنا وليكن اسمه اي، ابص الاقي التيار اللي قايسه الاميتر ده هو نفس التيار اي، ابص الاقي الاميتر دوت قايس نفس التيار اللي اسمه اي، والاميتر ده قايس نفس التيار اللي اسمه اي. طب يبقى انا كده لاحظت من خلال غلق الدايره ان التيار المار في جميع المقاومات هو تيار واحد ما اتغيرش لنفس القيمه. يعني لو التيار المار في الدايره 5 امبير، يبقى المقاومه الاولى بيمر فيها 5 امبير، المقاومه الثانيه بيمر فيها 5 امبير، المقاومه الثالثه بيمر فيها برضه 5 امبير. طيب لو جينا نبص على الجهود على هذه المقاومات عن طريق قرايه الفولت بتاع الفولتميتر دوت، هنبص نلاقي طبعا الفولت هيبقى اي في قيمه الار اللي هنا، ويبقى اي في قيمه الار اللي هنا، واي في قيمه الار اللي هنا. لو احنا افترضنا ان دي اسمها ار1 ودي اسمها ار2 ودي اسمها ار3، هنبص نلاقي ان في هي الاي مضروبه في الار1، الفي2 هي الاي مضروبه في الار2، الفي3 هي الاي مضروبه في الار2. تمام. ولو جيت ابص على قرايه الفولتميتر ده، ابص الاقي ان الفولت ده زائد الفولت ده زائد الفولت ده، الفولتميتر ده ارى ايه؟ ارى مجموع هذه الجهود. طيب بناء على كده نبتدي نشتغل. طيب احنا قلنا خلاص ان الفولتميتر ده ارى، لو لما جينا نشوف الفي 1 بكام والفي 2 بكام والفي 3 بكام وجمعناهم، بصينا لقينا ان حاصل جمعهم بيديني مين؟ بيديني القرايه بتاعت الفولتميتر ده. يبقى اذا احنا كده موصلين توصيل توالي، فاستنتجنا ان الفولت بيتجزأ، المقاومه الاولى شايله فولت اسمه في 1، المقاومه الثانيه شايله فولت اسمه في 2، المقاومه الثالثه شايله فولت اسمه في 3. ومجموع الفولتج دي او مجموع الفولتات ديت بتساوي في. من هنا نقدر نقول ان في اللي هي فولت جهد الفولتميتر ده او القرايه اللي قاريها الفولتميتر ده بتساوي في 1 بتاع الفولتميتر ده زائد في 2 زائد في 3. كويس جدا. طيب انا دلوقتي بقول ان انا عايز اجيب المقاومه المكافئه، يبقى انا هتخيل ايه؟ ان الفولتميتر ده هو بيقيس فولت، فالفولت هو اي في ار، فاقول يبقى الفي الكليه بتساوي الاي اللي هتمر في الدايره مضروبه في الار، وهتبقى الار دي بالنسبه لي هي الار الكليه. طيب اما بالنسبه للفي اللي هنا، هي عباره عن قيمه التيار اللي بيمر هنا مضروب في الريزيستنس، يبقى اي في ار1، والفي اللي هنا اللي هي الفي 2 هتبقى اي 2 اي في ار2، والفي اللي هي في 3 هتبقى اي في ار اي 3. يبقى اذا عندنا في 1 اي في ار1، في 2 اي في ار2، في 3 اي في ار 3. هنشيل بقى كل فولت من الفولتات اللي موجوده قدامكم دي ونحط كارت. هشيل في واحط بدلها اي في ار، هشيل في 1 احط بدلها اي في ار1، هشيل في 2 واحط بدلها اي في ار2، هشيل في 3 واحط بدلها اي في ار 3. طبعا واضح ان الاي متكرره هنا، يبقى انا ممكن اخد الاي عامل مشترك، هيتفضل لنا ار1 زائد ار2 زائد ار3، اضيع الاي دي مع الاي دي، فيتفضل لنا الار داش هتساوي ار1 زائد ار2 زائد ار3. يبقى معنى كده ان في التوصيل على التوالي، يبقى المقاومة المكافئة لمجموعة من المقاومات متصلة على التوالي هي مجموعها. يعني مثلا لو عندي ثلاث مقاومات 3 و4 و5، يبقى الار الكلية هي 3 زائد 4 زائد 5. استنتجنا كمان حاجة تانية مهمة قوي، ان كل ريزيستنس او كل مقاومة ولها الجهد الخاص بيها. يعني هنا الجهد على المقاومة دي في 1، الجهد على المقاومة ديت في 2، الجهد على المقاومة ديت اسمه في ايه؟ في 3. ومجموع هذه الجهود بتديني الفولت الكلي اللي هو متسلط على الدايره بحالها، اللي هو هنا يعتبر بالنسبه لي هو جهد مين؟ يعتبر هو ايه؟ الجهد اللي هو موجود على هذه المقاومات كلها. طيب تمام، يبقى معنى كده اقدر انا استنتج ان في التوصيل على التوالي المقاومه المكافئه هي عباره عن حاصل مجموع بتاع المقاومات ديت. تمام، التيار اللي بيمر في الدايره تيار ثابت
التيار المار في المقاومه الاولى هو هو المار في المقاومه الثانيه هو هو المار في المقاومه الثالثه. كمان اقدر استنتج ان الجهود بتتقسم، يعني الجهد لكل المصلات جزء منه هيبقى موجود على المقاومه الاولى وجزء منه تاني هيبقى موجود في على المقاومه الثانيه وجزء ثالث هيبقى موجود على المقاومه الثالثه، ومجموع الجهود دي هيساوي الجهد الكلي اللي هو بيقيسه الفولتميتر دوت. طيب معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان انا لو قلنا ان انا عندي مجموعه من المقاومات كلها متساويه، يبقى ممكن انا عندي مثلا اكون مقاومه بخمسه ومقاومه بخمسه ومقاومه بخمسه متوصله توالي، يبقى الار الكليه بتاعتهم هي عباره عن 5 زائد 5 زائد 5. طب ما 5 زائد 5 زائد 5 ممكن اعبر عنها بجدول الضرب انها 5 مضروبه في كام واحده؟ في 3. يبقى اذا لو انا عندي مجموعه من المقاومات متوصله مع بعضها ومتساويه القيمه، يبقى اذا المقاومه المكافاه بتاعتهم اللي هي الار داش هي عباره عن ايه؟ اي واحده فيهم في عددهم، يعني ان في ار، ان دي عدد المقاومات وار قيمه اي مقاومه منهم. تمام كده اهوت. يبقى انا ممكن ايه لو المقاومات كلها قد بعضها استغنى عن ان انا اقول ار1 زائد ار2 زائد ار3 مثلا زائد ار4، لا، يبقى مقاومه واحده مضروبه في مين؟ في عدد المقاومات كلها. طيب كده ممكن نقول بقى ملحوظه كده على التوصيل عن التوالي. اول حاجه ان شده التيار في المقاومات بتبقى متساويه، يعني التيار اللي مار في المقاومه الاولى هو هو اللي مار في المقاومه الثانيه هو هو اللي مار في المقاومه الثالثه. فرق الجهد ما بين اطراف المقاومات مختلف، يعني بيبقى الفولت على المقاومه الاولى اي في ار1 على المقاومه الثانيه اي في ار2 على المقاومه الثالثه اي في ار3 وهكذا. لما جمعت الفولت كله هلاقي ان ايه الفولت اللي بيتقسم، يعني في كليه هي في 1 زائد في 2 زائد في 3 الى ايه لغايه لما المقاومات كلها تخلص. بالاضافه لكده ان احنا ايه لو احنا عندنا مثلا مقاومه واحده ب 3 وواحده ب 4 وواحده ب 5، لما اجيب المقاومه المكافئه بالنسبه لهم يبقى 3 زائد 4 زائد 5 3 و4 7 و5 12، يبقى معنى كده ان المقاومه الكليه بتطلع اكبر من اكبر مقاومه فين؟ في الدايره، ان اكبر مقاومه كانت 5 لكن طلعت المقاومه الكليه ب 12. يبقى انا كده المقاومه المكافئه لعده مقاومات متصله على التوالي اكبر من اكبر ايه؟ مقاومه. يبقى انا لما يكون عندي دايره وعايز اكبر المقاومه بتاعتها امسك مجموعه المقاومات واوصلها على ايه؟ على التوالي. تعالوا بقى نناقش بعد ما خلصنا الموضوع ده كده قبل ما ندخل بقى على المسائل، تعالوا نناقش احنا اتعلمنا ايه. اول حاجه بيقول لي ما الغرض من توصيل مقاومات على التوالي؟ الغرض من توصيل المقاومات على التوالي هو الحصول على قيمه كبيره للمقاومه بحيث ان انا اقلل شده التيار المار في الدايره. بيقول لي ما هو او ما ناتج توصيل عده مقاومات على التوالي؟ ناتج توصيل عده مقاومات على التوالي ان المقاومه المكافئه هتساوي مجموعهم، ان التيار اللي بيمر فيهم هيبقى واحد، ان الفولت الموجود اللي انا مسلطه هيبتدي يتقسم، هيبقى في عندنا في 1 وفي 2 وفي 3 وهكذا، ويبقى مجموع الفولتات ديت كلها هي الفولت الكلي. بيقول لي هل يتغير فرق الجهد بين طرفي كل مقاومه؟ طبعا فرق الجهد لن يتغير لان المقاومه ثابته والتيار اللي بيمر ثابت، فتفضل الفي 1 زي ما هي وتفضل الفي 2 زي ما هي وتفضل الفي 3 زي ما هي، الا لو انا غيرت قيمه المقاومه ففرق الجهد هيبتدي يتغير معايا. لكن في 1 علاقه في 1 بفي 2 بفي 3 ما فيش علاقه في الدوائر اللي هي ما فيش فيها حاجه ايه خاصه، يبقى لكن العلاقه اللي بتربط ما بينهم عموما ان مجموع الجهود دي كلها بتساوي مين؟ بتساوي الجهد الكلي المسلط على مجموع هذه المقاومات. التالت بقى بيقول لي ايه؟ اذا كانت المقاومه او المقاومات مختلفه القيمه ماذا يساوي فرق الجهد الكلي؟ هيساوي الجهد على المقاومه الاولى زائد الجهد على المقاومة الثانية زائد الجهد على المقاومة الثالثة وهكذا، يعني معناها ان الجهد هو مجموع الجهود على جميع المقاومات. بيقول لي استنتج بدون رسم العلاقة المستخدمة لحساب المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متصلة على التوالي. ماشي، يبقى الار شرطة اللي هي المقاومة المكافئة بتساوي ار1 زائد ار2 زائد ار3. بعد كده جاي بيقول لي ما قيمة المقاومة المكافئة لعدد ان من المقاومات متصلة على التوالي؟ عدد ان، ماشي، ده معناها ان المقاومات دي كلها قد بعضها وهي عددها ان، يبقى الار شرطه او المقاومه المكافئه يعني بتساوي قيمه المقاومه الواحده هنرمز لها بالرمز ار مضروبه في مين؟ في الان، يبقى قيمه المقاومه في عددها. ماشي، يبقى اذا المقاومه المكافئه هي قيمه المقاومه في عدد مين؟ عدد المقاومات. ما تيجي كده ناخد شويه اسئله كده من بنك المعرفه توضح لنا شويه حاجات صغيره كده. السؤال الاول
بيقول لي تتكون الدائرة الموضحة من ثلاث مقاومات موصلة على التوالي. انا عندي ثلاث مقاومات، مقاومة R و2 R و3 R، دول متوصلين على مين؟ على التوالي ببطارية. اوكي، يبقى في بطارية هيت قيمة المقاومة الاولى R والمقاومة الثانية 2 R والمقاومة الثالثة 3 R. بيقول لي بقى توفر البطارية فرق جهد مقدار 24 فولت، يعني البطارية دي الجهد اللي عليها او اللي بتطلعه 24 فولت، وشدة التيار المر في الدايرة 1/10 امبير. فما قيمة الار؟ بكل بساطة انا اللي هيربطني بالعلاقة دي هو قانون اوم. الفولت الكلي اللي متسلط على المقاومات دي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن 24. يبقى ال 24 فولت دي بتساوي التيار اللي هيمر هنا، لان احنا قلنا في التوصيل على التوالي هيبقى التيار ماله؟ هيبقى التيار ثابت. يبقى التيار مضروب في ايه؟ في ار زائد 2 ار زائد 3 ار. يبقى انا كده لو جيت قسمت ال 24 اللي هي الفي على التيار اللي هو 1/10 هيديني 240. يبقى في على اي هتساوي المقاومه المكافئه لجميع هذه المقاومات، وبالتالي يبقى الار بتاعتي ب 240، يبقى ار زائد 2 ار زائد 3 ار، ده هيديني 6 ار، يبقى الار هتطلع ب 40 فولت. طب تعالوا نحسبها كده مع بعض. طبعا هي واضحه جدا من غير حساب، الدنيا بسيطه وسهله وممكن ان احنا نقدر نتعامل معاها بسهوله قوي. انا عندي ايه؟ انا عندي ان الفي الكليه بتساوي التيار الكلي في المقاومه. تعالوا بس نقلب الرموز دي ايه؟ بكابيتال كده ولا حاجه. يبقى الفي الكليه بيساوي الاي مضروبه في مين؟ في الار. طب ده معناه ايه بالنسبه لي؟ ده معناه بالنسبة لي ان احنا عندنا ايه؟ عندنا الـ R هتساوي مين على مين يا شباب؟ هتساوي V على R. تمام، يبقى احنا كده الـ R الكلية بالنسبة لنا هتبقى عبارة عن الفولت الكلي كان بـ 24، تمام؟ التيار الكلي كان 0.1 او 1/10، يعني يطلع الكلام ده لما نحسبه يطلع ب 240 اوم. تمام، ال 240 اوم دي هي حاصل جمع المقاومات. اول مقاومه كان اسمها ار، الثانيه كان اسمها 2 ار، الثالثه كان اسمها 3 ار، كل ده بيساوي 240 فولت. ده معناه بالنسبه لي ايه؟ ان 2 3 5 1 6، ده معناه ان 6 ار هتساوي 240 فولت. بإذن الار لوحدها هتساوي 240 على 6 تطلع ب 40 اوم. يبقى قيمه المقاومه ار هتطلع بكام اوم؟ هتطلع ب 40 اوم، وده اللي كان عايزه في المساله الايه؟ الاولانيه. طب تعال نشوف بقى المساله الثانيه بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي وصلت بطارية جهدها 12 فولت على التوالي بمقاومتين. يعني عندي بطارية 12 فولت اتوصلت بمقاومتين. فرق الجهد عبر المقاومة الأولى بيساوي 4 فولت. ما فرق الجهد عبر المقاومة الثانية؟ احنا عارفين عندنا مقاومتين، يبقى الفولت اللي على المقاومة الأولى زائد الفولت اللي على المقاومة الثانية بيساوي جهد البطارية. يبقى في 1 زائد في 2 هيساوي 12. طب ما أنا معايا الفي 1 ب 4، يبقى في 1 اللي هو ب 4 زائد في 2 بيساوي 12، يبقى هنودي الاربعه دي الناحيه الثانيه، يبقى الفي هتساوي 12 ناقص 4، يعني ب 8 ايه؟ ب 8 فولت. جاب لي مساله ثانيه بيقول لي اربعه مقاومات متطابقه وصلت على التوالي في دايره كهربائيه. المقاومه المكافئه للاربع مقاومات 36 اوم. بيقول لي ما مقدار كل مقاومه؟ يعني عندي اربع مقاومات شبه بعض توصلوا في دايره. الباشا ده لما جه يقيس المقاومه المكافئه ليهم لقاها 36. بيقول لي يا ترى المقاومه بتاعت كل قيمه كل مقاومه قد ايه؟ قول له والله انا اعرف ان الار الكليه اللي احنا بنقول عليها ار داش يعني بتساوي الان مضروبه في قيمه المقاومه الواحده. هو وصل اربع مقاومات، يبقى كده الار داش اللي قاسها دي كانت ب 36 والمقاومات كان عددها 4، يبقى ديت ب 4. يبقى اذا الار هتساوي 36 على 4 تطلع ب 9 اوم. يبقى قيمه كل مقاومه من المقاومات ديت بكام؟ ب 9 اوم. بعد كده جاي بيقول لي يوضح الشكل
دائرة يمر بها تيار شديده 5 أمبير، ما قيمة R؟ والله بسيطة جدا. انت عايز R، يبقى اذا الفولت الكلي ممكن اقول عليه ان ال V بيساوي ال I في ال R الكلية. ال V بتساوي ال I في ال R الكلية، يعني 10 بتساوي ال I اللي هي بنص مضروبة في ال R، يبقى انا جبت ال R الكلية. طيب المقاومة الكلية اللي هي ال R داش هتساوي R زائد 7، يبقى R زائد 7 بتساوي المقاومة اللي احنا حسبناها، فبالتالي هقدر اطلع ال R بكام. يعني مثلا هنا 10 على 5 هيديني ال R داش اللي هي عبارة عن كام؟ هتبقى عبارة عن 20 اوم. 20 اوم اللي هي عبارة عن R زائد 7، R زائد 7 يبقى ال R بتساوي 20 ناقص 7 تطلع ب 13 اوم. تعال نحلها كده مع بعض بقى. يعني احنا دلوقتي عندنا مين؟ احنا دلوقتي عندنا ال V بتساوي ال I في ال R داش. تمام. ال V بيقول لي انها بكام؟ قال لي انها ب 10 فولت، وقال لي ان ال I بنص امبير، يبقى 0.5 امبير. ده معناها ان ال R داش على طول هتطلع بكام؟ ب 20 اوم. تمام كده؟ طيب 20 اوم. طب ال 20 اوم ديت هي عباره عن كام اصلا؟ هي عباره عن المقاومه في الدايره اللي هو مسميها R زائد 7، لان ده توصيل على التوالي، يبقى ده R زائد 7. هنودي ال 7 الناحيه الثانيه، يبقى ال R هتساوي 20 ناقص 7، يبقى ال R هتطلع بكام اوم؟ ال R كده هتطلع بتساوي 20 ناقص 7، يعني هتساوي 13 اوم، ودي قيمة ال R اللي هو كان عايزها مني. تعال نشوف المسألة اللي بعدها بتقول لي ايه. طيب مديني هنا، تعال نبص بس، انا عايز اكبر الحتة عشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لكم كده. بيقول لي أي التمثيلات البيانية الآتية يمثل نسبة التيار I المار عبر المقاومات الموضحة. طبعا واضح كده ان انا عندي مجموعه من المقاومات 2R و3R و-R، المقاومات دي متوصله على التوالي، فانا كده فاهم على طول ان التيار اللي بيمر في المقاومه 2R هو اللي بيمر في 3R هو اللي بيمر في R، فبالتالي التيار في كل مقاومه من المقاومات دي هيبقى متساوي. يعني معنى كده ان انا هاخد الشكل ده، لان الشكل ده يمثل الف، الالف بتاعته ليها قيمه، الب ليها قيمه اللي هي المقاومه دي، الجيم ليها قيمه، ودي بتعبر عن التيار، والتيار هنا في 3 1، يبقى ده هو الشكل الصح. اما هنا التيار مثلا بتاع 2R ده كبير جدا، التيار بتاع 3R قل شويه، التيار بتاع R قل، طبعا الكلام ده مش منطقي، وايضا الرسم ده الكلام فيه غير منطقي خالص وغير مرتب بالطريقه الصح، لان انا عارف من التوصيل على التوالي ان مجموعه المقاومات بيمر فيهم تيار واحد، يبقى التيار اللي مر في الالف في الجزء بتاع الف هو التيار اللي مر في الجزء بتاع ب، هو التيار اللي مر في الجزء بتاع ج، فبالتالي دوت هو انسب شكل ممكن نقول عليه ان هو الحل الصحيح. نيجي هنا بيقول لي يركب احد الطلاب الدائره الموضحه في الشكل. ماشي، يعني عندي ايه الدائره؟ تعال نعرف بس تفاصيل الدائره كده مع بعض. يبقى انا عندي بطاريه متوصله بثلاث مقاومات، واضح ان الثلاث مقاومات خلي بالكم يا شباب زي بعض بالظبط، يعني دي 5 ودي 5 ودي 5، وفي فولتميتر هنا حاطه عشان يقيس الفولت على المقاومه الاولى. يشير بيقول لي هنا ان يشير الفولتميتر الى 10 فولت، الفولتميتر ده قاري ايه 10 فولت؟ بيقول لي ما فرق الجهد على المقاومات الثلاثة مجتمعة؟ بالعقل كده أنا عارف إن التيار، بما إن دول متوصلين توالي، فيبقى التيار اللي هيمر في الدايرة ديت هو عبارة عن إيه؟ هو اللي بيمر في الخمسة، هو اللي بيمر في الخمسة الثانية، هو اللي بيمر في الخمسة الثالثة. جميل جدا. طب الفولتميتر ده قاس مين؟ قاس الجهد. طب الجهد هو الأي في الآر، يعني التيار المضروب هنا أي في خمسة هيديني إيه؟ 10، يبقى كده أي في خمسة بيديني 10. لو أنا هحسب ماشي، مش هحسب خلاص تعالوا ما نحسبش الاول، وبعدين بعد كده نطلع القيم على طول، وبعد كده نرجع نحسب. يبقى اذا الفولت اللي هنا 5، يبقى المقاومه دي اسمها 5 اوم، بيمر فيها تيار اسمه اي، نتج فولت اسمه ايه؟ 10 فولت. المقاومه دي هي 5 بيمر فيها نفس التيار، يبقى اكيد الفولت بتاعها 10 زي الفولت بتاع اختها. وبرده المقاومه دي بيمر فيها نفس التيار، وهي هي برده قيمتها 5، يبقى بيمر فيها هي كمان الفولت بتاعها 10. يبقى انا عندي الجهد هنا عباره عن ايه؟ 10 في المقاومة دي و10 في المقاومة دي و10 في المقاومة ديت، يبقى معنى كده ان الجهد 10 زائد 10 زائد 10، يعني هو عبارة عن 30 جهد، 30 فولت. انا عايزك تفهم كويس
ان انت لو عندك دايره متصله على التوالي فاحنا عارفين كويس جدا ان التيار اللي بيمر في المقاومه الاولى هو هو اللي بيمر في الثانيه هو هو اللي بيمر في الثالثه. طيب لو المقاومات كلها زي بعضها بالظبط يبقى الفولت على المقاومه الاولى او الجهد على المقاومه الاولى هو هو الجهد على الثانيه هو هو الجهد على الثالثه، وبالتالي نتيجه ان دي هي دي هي دي يبقى الجهد اللي هنا هو الجهد اللي هنا هو الجهد اللي هنا، فبالتالي يبقى الجهد الكلي هو عباره عن كام؟ هو عباره عن 10 زائد 10 زائد 10 لان الجهد اللي هنا 10. طب طريقه ثانيه برضو لو واحد النقطه دي مش يعني ما جاتلوش ممكن نعرف ببساطه، انا عارف ان الجهد بين طرفي المقاومه ديت بكام؟ ب 10 والمقاومه ب 5 صح؟ يبقى انا عندي 10 على 5 هتديني كام؟ هتديني 2 امبير، لان عارفين الاي بيساوي في على ار، الفي اللي هنا ب 10 والار هنا ب 5 يبقى 10 على 5 هتديني 2 امبير. التيار اللي بيمر هنا اسمه 2 امبير، يبقى هو اللي بيمر هنا برضه عشان ده توصيل على التوالي يبقى 2 امبير، يبقى 2 في 5 يديني كام؟ يديني 10، برضه التيار اللي بيمر هنا 2 امبير يبقى 2 في 5 بيديني كام؟ 10، يبقى الجهد هنا 10 والجهد هنا 10 والجهد هنا 10، يبقى الجهد الكلي ب 30 ايه؟ فولت. طبعا احنا جبناها واحده واحده، يبقى انت كده اتعلمت المساله دي. لو انت عندك مجموعه متساويه من المقاومات متوصله توالي يبقى الجهود على كل مقاومه والتيارات واحده، يعني مثلا المقاومه الاولى ليها نفس الجهد والتيار، المقاومه الثانيه ليها نفس الجهد والتيار، المقاومه الثالثه ليها نفس الجهد والتيار، بس لو المقاومات دي متوصله توالي مش توالي بس لا ده لازم تكون كمان قيمهم متساوية. طب تعال نشوف بقى الدايرة دي بيقول لي ايه فيها. بيقول لي تعالوا الاول قبل ما نقرا نبص على الدايرة كده ونحاول نفهمها مع بعض. واضح ان انا عندي مقاومة اسمها R1 وعندي مقاومة اسمها R2 والاطراف بتاعتي طرف اسمه ألف وطرف اسمه ايه؟ ب. واضح ان هو حط اميتر هنا عشان يقيس التيار في الدايرة، واضح بما ان ده توصيل على التوالي يبقى التيار اللي بيمر في R1 هو التيار اللي بيمر في R2 وهو التيار اللي هيراه الايه؟ الاميتر. الحاجة التانية ان الفولت الموجود هنا على المقاومة دي الفولتميتر ده موجود عشان يقرا الفولت اللي على المقاومة اللي اسمها R1. دوت اللي احنا فهمناه. تعالوا بقى نبتدي ايه؟ نشوف المسألة بتقول ايه. بيقول لي في الدائرة الكهربية الآتية فرق الجهد بين النقطة أ والنقطة ب بيساوي 18 فولت. يعني في فرق جهد ما بين نقطة أ والنقطة ب ب 18 فولت، يعني حضرتك كأنك تقدر تقول أنت لو جبت بطارية هنا وصلتها بين أ وب قيمة الجهد اللي عليها هيبقى 18 فولت. طبعا دول متوصلين توالي يبقى في جزء من الجهد هيتوزع على R1 وجزء من الجهد تاني هيتوزع على R2 بحيث ان الجهد اللي على R1 زائد الجهد اللي على R2 يديني 18. طيب تمام جدا. بيقول لي قراءة الاميتر والفولتميتر. ماشي، يعني الاميتر ده بيقرا 2 امبير، يبقى انا عرفت ان التيار اللي في الدايرة دي كلها 2 امبير، والفولت بتاع الفولتميتر ده بكام؟ ب 6 فولت. تمام. بيقول لي فاذا وصلت مقاومه قيمتها 9 اوم على التوالي مع ار1 وار2 فما قيمه القراءه الجديده للاميتار؟ طيب واحده واحده كده تعالوا نشوف الدنيا دي مع بعض. بقى فهمت كام المساله؟ ان انا عندي ان الجهد ما بين النقطه الف والنقطه ب ده ب 18 وعندي مقاومتين متوصلين توالي واميتر بيقيس لي التيار وفي فولتميتر بيقيس لي الجهد اللي على مين؟ اللي على المقاومه الاولى اللي اسمها ار1، وعارف ان الجهد ما بين ا وب ده ب 18. طيب اولا احنا متفقين اتفاق ظريف جدا ان الجهد على التوالي بيوزع، يعني ال 18 جزء منها هيروح لار 1 وجزء منها هيروح لار ايه؟ لار 2. ده رقم واحد. طيب الحاجه الثانيه كمان هو اداني قرايه الفولتميتر ده ب 6 وقرايه التيار اللي هنا ب 2، وبيقول لي طب يا عمي لو انا حطيت مع الدايره دي مقاومه 9 اوم على التوالي ماشي مع ار1 وار2 يا ترى الاميتر ده هيقرا كام؟ هيقرا 6 امبير ولا 4 امبير ولا 1 امبير ولا 2 امبير؟ قول والله تعالى سعادتك هنا رقم واحد بس عشان الدنيا تبقى واضحه، انا ممكن اجيب المساله دي من غير ما احسب اي حسبه خالص. ليه بقى؟ من غير حسابات وبالعقل وبالمنطق كده ايه؟ احنا عندنا التيار اللي بيمر في الدايره دي 2 امبير، هوصل مقاومه 9، طالما هضيف مقاومه للدايره ومقاومه الدايره اكبر من واحد يبقى حتى لو اصغر من واحد مش هتفرق. مقاومة الدايرة لو انا وصلت كمان مقاومة جديدة كلنا عارفين زيادة المقاومات بتعمل ايه في التوصيل على التوالي؟ بتقلل شدة التيار، يبقى انا متوقع ان قيمة التيار هتقل عن 2 امبير لان انا وصلت مقاومة جديدة مقدارها 9 على التوالي. تمام؟ فبص الاقي هنا 2 و1 و4 و6 اللي اصغر من 2 هنا ال1 يبقى اكيد ديت الاجابة الصح. ده بالعقل من غير ما اشغل اي قوانين ولا اي حاجة في اي حاجة خالص. تمام كده؟ طبعا ده هو الاختيار الصح. طب تعال نشوف بقى لو احنا هنشتغل على القوانين. طب احنا عارفين ان المقاومه ديت الجهد اللي عليها ب 6 وبيمر فيها تيار اسمه 2 امبير لان هو قال لي كده، يبقى 6 على 2 فيها 3 يبقى ار1 دي ب 3 اوم. ب 3 اوم.
تمام كده؟ تمام. طيب يبقى انا عرفت ان ار 1 بكام؟ ب 3 اوم. طب تمام، بعد كده نيجي للار 2. احنا قلنا ان الجهد اللي هنا 6 من 18 يبقى 12، يبقى الجهد اللي هنا موجود على المقاومه ديت هو 12 فولت، يبقى 12 على 2 هيديني 6، يبقى المقاومه دي بكام اوم؟ ب 6 اوم، والمقاومه دي بكام اوم؟ ب 3 اوم. يبقى 6 و3 يبقى مجموع مقاومات الدايره كده 9 اوم. هو راح ضاف 9 كمان، راح قال اهو اذا وصلت مقاومه قيمتها 9 اوم يبقى الاميتر ده هيقرا كام؟ يا عم زي الفل، امتى توصل 9؟ يبقى 9 القديمه زائد 9 الجديده 9 و9 ايه؟ 18. والفولت الكلي كان ب 18، يبقى 18 على الار الكليه اللي هي حسبناها دلوقتي اللي هي ب 18 هتطلع لي 1 امبير. دي حاجه. غير كده وكده يا شباب خلوا بالكم من حاجه. دي مقاومتين دول، دي ب 3 ودي ب ايه؟ ب 6، مجموعهم كام؟ مجموعهم 9. جميل. طيب لما وصل معاهم مقاومه ثانيه قدهم على التوالي التيار لازم يقل للنص. يعني بدون تحسبات ولا اي حاجه، يبقى انا عندي لو احنا عمالين نحلل في الدايره دي كده لقينا ان 3 وهنا 6 يبقى 9. وكان بيمر 2 امبير، لو حطيت لهم كمان 9 قدهم التيار اللي بيمر في الدايره هيقل للنص، يعني لو التيار 10 لازم يبقى 5. هنا التيار 2 امبير هل يبقى 1 امبير. حتى انتوا بالحسابات ممكن تطلعوا الكلام ده بسهوله، كو 18 على 18 زي ما احنا قلنا هتطلع 1. انا كل يهمني ان انت تقدر تبقى انت مركز كده ومصحصح وعارف الايه المواضيع ماشيه ازاي. يعني حتى احنا من غير ما نحسب ولا اي حاجه بمجرد النظر، مجرد ان انا راجل فاهم المساله دي اتحلت في اقل من 3 ثواني، مجرد ان انا عرفت ان التيار هيقل فقعدت ابص على الاختيارات لقيت الاختيار الصحيح هو 1 امبير من غير ما اعمل اي تحليل للمساله خالص. تعال نشوف بقى المساله دي بتقول لي ايه اللي بعدها. بيقول لي اي التمثيلات البيانيه الاتيه يمثل نسبه فرق الجهد بين المقاومه. طيب خلي بالكم من حاجه، هو بيتكلمنا عن فرق الجهد صح؟ المقاومات دي متصله على التوالي، يعني تيارها واحد. طالما تيارها واحد يبقى هنفترض ان تيارها مثلا وليكن، بص يا باشمهندس انت لو عندك مشكله افرض التيار باي قيمه تعجبك عشان ما تتلخبطش. تمام؟ لو افترضنا التيار اللي هنا 5 يبقى دوت اسمه الفولت اللي هنا اسمه 5 ار. لو افترضنا التيار تمام يبقى دي 5، يبقى الجهد اللي هنا 5 ار. هنا الجهد 2 في 5 ار يبقى هيدينا 10 ار، يبقى الجهد ده 5 ار ب 10 ار، 3 في 5 برضه لو احنا افترضنا هذا الموضوع يبقى 15 ار، يبقى اكبر جهد في ال 3 ار واصغر جهد في ال 1 ايه؟ ار، يعني اكبر جهد هيبقى ب، والجهد اللي بعده على طول اصغر منه بشويه هيبقى 10 ار اللي هو في الف، واصغر جهد هيبقى ج، يبقى اذا اللي في النص عالي الاولانيه اوطى منها سنه، الايه؟ الار دي هتبقى اقل واحده فيهم، لما نيجي نبص كلهم قد بعض دي ما تنفعش. بصوا بقى اهو ده اعلى جهد، الكلام ده غلط. يبقى نبص للرسم الثالثه، هنبص نلاقي ان ايه؟ ادي اصغر واحده ار اهي جهدها فعلا صغير، اللي بعدها 2 ار جهدها عالي شويه، اللي بعدها 3 ار جهدها ايه؟ عالي اكتر واكتر. يعني معنى كده ان الرسمه رقم ج هي اللي تمثل الجهد الموجود في المقاومات المتصله على التوالي. طيب تعال نشوف برده المساله دي كده بيقول لي ايه فيها؟ بيقول لي في الدايره التاليه، واضح المساله دي حتى احنا حليناها اصلا واحنا بنعمل اناليسيز او بندردش في الدايره اللي فاتت كده. بيقول الدايره دي واضح ان مقاومه اسمها ار1 ومقاومه اسمها ار2، وادي فولتميتر بيقيس الفولت على ار1 وادي اميتر بيقيس التيار. فبيقول لي اذا كان فرق الجهد بين النقطه الف والنقطه ب بيساوي 18 فولت، وكانت قراءتها الاميتر والفولتميتر 2 و6، الاميتر ده ار2 ودوت ار6، ف2 يبقى التيار اللي هنا ب2 والفولت اللي هنا ب6، يبقى 6 على 2 هتديني 3، يبقى قيمه المقاومه دي ب3. تمام كده؟ يقول لي احسب قيمة ار1 وار2، يبقى أول قيمة ار1 ب3. طيب ما احنا قايلين إن الجهد إيه؟ هيتقسم، مش الجهد هيتقسم، هنا كان في 6، يبقى 6 من 18 تديني 12، يبقى الجهد اللي على المقاومة دي 12. 12 والتيار 2 يبقى 12 على 2 فيها 6، تمام؟ يبقى المقاومة الأولى قيمتها ب3 أوم، والمقاومة الثانية قيمتها ب6 أوم. واضح؟ يبقى أنا كده استغليت هنا إيه؟ استغليت هنا إن أنا فاهم حتة مهمة جدا إن الفولت بيتقسم، فخلاص ده 6 والجهد كله 18، يبقى 6 ناقص 18 هتديني 12، يبقى الجهد اللي على المقاومه دي 12. انا عارف ايه؟ انا عارف ان التيار ب 2 امبير في الاثنين، يبقى 12 على الاثنين هيديني 6، يبقى انا عرفت قيمه المقاومه اللي هي ار2، يبقى ار2 هتطلع ب 6. برضه هنا ده ب 6 على الاثنين فيها 3، يبقى ار1 هتطلع ب 3، يبقى الاختيار الصح هو الاختيار رقم الف. طيب تعالوا نشوف برضه هنا مديني ايه نفس المساله تقريبا. هنشوف بقى هل فيها جديد ولا ما فيهاش جديد ولا ايه النظام. طب بيقول لي هنا ايه بقى؟ بيقول لي في الدائرة الكهربية الآتية فرق الجهد بين النقطتين ألف وبي بيساوي 18، ماشي يا سيدي، وقراءة الأميتر 2 و6 خلاص حفظنا وعرفنا إن دي هتطلع ب 3 ودي هتطلع ب 6. طبعا إحنا جربنا قبل كده. بيقول لي إذا وصلت مقاومة قيمتها 9 أوم،
9 اوم ماشي مع ار1 وار2. فما القراءه الجديده المساله دي؟ اعتقد كده متكرر اللي احنا خدناها ساعتين. لا فما القراءه الجديده للفولتاميتر؟ سوري هو هنا بيتكلم على الفولتاميتر. حلو قوي. طيب مش احنا في المساله اللي فاتت لما حسبنا القصه دي طلع التيار اللي بيمر 1 امبير؟ طالما التيار اللي بيمر مع اضافه التسعة 1 امبير والمقاومه دي احنا طلعناها كانت ب 3 يبقى 1 في 3 ب 3 يبقى رايت الفولتاميتر ده ب 3. ليه؟ لان احنا كنا حسبنا المقاومه دي كانت طلعت ب 3 والمقاومه دي طلعت ب 6 فمجموع 6 ب 3 ايه؟ 9. كان بيمر 2 ايه؟ امبير. لما وصلنا مقاومه ثانيه قدهم التيار انخفض بالنص بقى 1 امبير. يعني التيار اللي بيمر هنا 1 امبير. 1 امبير لو اتضرب في الار اللي هي ب 3 يبقى 1 في 3 ب 3 يبقى دوت الجهد الموجود على مين؟ على المقاومه. كده شباب احنا خلصنا التوصيل على التوالي. خدنا مجموعه من الاسئله اللي في بنك المعرفه انا اخترتها هي بسيطه بس انا قلت عشان توضح لكم شويه نقط وايه وتركز على المعنى انك فاهم معنى توصيل على التوالي معناها ايه بالظبط. لان خلوا بالكم في حاجات ساعات بتتحل بمجرد النظر. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه حتى ان شاء الله يعني اللي هيكمل معاكم هيروح هندسه باذن الله ربنا يدخلكم كلكم هندسه هيكمل معانا لان القناه دي في الاصل مليانه مواضيع هندسيه وانا طبعا دكتور مهندس في كليه هندسه في كليه من كليات الهندسه الموجوده في مصر بس انا قلت ايه نحاول نساعد الناس ونوضح لهم الدنيا الموجوده اخبارها ايه. تمام كده تحياتي ليكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير وتنشروا القناه. تحياتي والسلام عليكم.